قبل اي حاجه عاوزين اسره البرنامج بتقدم العزاء لكل عشاق النادي الاهلي والمصريين والشعب المصري كله في وفاه الفنان الكبير هشام سليم طبعا نجل الاسطوره المايست صالح سليم رئيس النادي الاهلي السابق آه كمان النادي الاهلي ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب تقدموا بخالص العزاء النهارده في وفاه الفنان الكبير وقال النادي الاهلي في بيان التعزيه اللي طلعه النهارده ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره والقطاعات الاداريه والرياضيه ينعون ببالغ الحزن الفنان الكبير هشام سليم نجل الراحل الكابتن صالح سليم الرئيس الاسبق للنادي الاهلي. واضاف كمان ان مجلس اداره النادي الاهلي بيتقدم بخالص التعازي والمساه الى العائله الكريمه داعين المولى عز وجل. ان يغمد الفقيد واسع رحمته ويدخله فسيح جناته جناته ويلهم طبعا الاسره الكريمه الصبر والسلوان ربنا يرحمه ويلهم محبيه وجماهيره واسرته وعشاقه من جماهير مصر كلها الصبر والسلوان طبعا فنان كبير جدا جدا على المستوى الفني كمان شخصيه طبعا كلنا نعتز بيها يعني ابن الراحل الكبير الأسطورة أسطورة النادي الأهلي وأسطورة مصر الكابتن صالح سليم ربنا يتوفاه وطبعا يلهم أهله الصبر والسلوان